جدا. دكتور حسين، اكيد حضرتك لما بتنتقل من مرحله تدريس لمرحله تدريب اكيد بيكون هناك فجوه ربما ما بين النظريه وما بين التطبيق. هل حضرتك تلمست ده، وازاي ممكن بدات تسيطر على الجاب اللي ممكن يكون موجود ما بين هذه الفكره وتلك الفكره؟ شكرا جدا لسؤال حضرتك استاذ هشام. هو بالفعل طبعا في اكيد فرق كبير جدا ما بين يعني مجال التدريس، وفي نفس الوقت فرق ما بين التدريب او تعميم الفكره او عمل الفكره عملي. بعد ما حصلت على الماجستير وكنت اصلا شغال في التدريس، يعني لقيت ان في فعلا الحاجات اللي هي موجوده في الكتب كتب اكتر منها نظريه اكتر من عمليه، فده شجعني اكتر ان انا يعني احاول بقدر الامكان ان انا اطور يعني من مستواي، وساعدني اكتر ان انا اكمل في مرحلة الدكتوراه، وفي نفس الوقت أقدم بعض من الأفكار اللي هي حاليا دلوقتي موجودة في المدارس اليابانية زي ذا نايت ستايل أو بعض من الأنشطة الدولية. فطبعا في فجوة كبيرة جدا لو يعني معلم غير لما يكون عنده القابلية إن هو إزاي يعني يقدم الفكرة وإزاي يطبقها مع الأولاد، وإزاي كمان يحاول بقدر الإمكان إن هو ينمي ثلاث عوامل مهمين جدا: العامل البدني والعامل الذهني والعامل الأكاديمي. طيب ده ممتاز جدا. ربما دكتور بنقابل بعض الأكاديميين ما بيكونش عنده الخبرة العلمية اللي هي العملية عفوا، فممكن تلاقيه مثلا بيؤدي في سلك التدريس لكن على المستوى اللي هو العملي ما بيكونش بنفس القدر. إزاي ممكن يكون هناك تكامل بقى في هذه الجزئية، وإزاي ممكن حتى دي رسالة لكل الناس إن هي تقدر تعوض ما تفقده من بعض الخبرات نتيجة عدم الممارسة على مستوى الأرض؟ هو البحث العلمي عامة أو العمل في التعليم العالي مش قاصر فقط على كتابة الأبحاث وكتابة المقالات يعني أو المشاركة في المؤتمرات، بيبقى أكتر عملي أكتر لما يكون في ربط ما بين الجامعة والمدرسة. يعني أنا بعد ما حصلت على دكتوراه كان ممكن أشتغل في يعني في التعليم العالي، لكن اكتفيت ان انا يعني اصريت ان انا اقعد في المدارس بحيث ان انا اكون موجود مع الطلبه نفسهم عشان اشوف المشاكل اللي موجوده على ارض الطبيعه، وفي نفس الوقت يتم تطبيق كل الافكار اللي احنا بنشتغل فيها في الجامعه. انا عارف ان حضرتك ما بتنفصلش ابدا عن مصر وتحديدا عن المنيا طبعا، محافظتك وبلدنا العزيزه يعني. ازاي حضرتك طبعًا بدات طبعًا تعمل عمليه الربط ما بين احدث النظم اللي موجوده في اليابان وان احنا ننقل هذه التجربه لبلدنا؟ وطبعا عارفين دلوقتي ان في نموذج المدارس المصريه اليابانيه، هل ده النموذج الامثل في التعليم ولا هناك نماذج اخرى ممكن نستعين بها خلال الفترات الجايه؟ سؤال حضرتك في شقين للاجابه. الشق الاولاني ربطي الانشطه اليابانيه مع محافظه المنيا، وده كان من بدايته كانت من سنه 2000. يعني انا كنت بشتغل يعني في بعض من الانشطه كانت تطوعيه، الكلام ده كان طبعا من 10-15 سنه، لكن بالتحديد من سنه 2015 بدانا في مشروع خاص بتطوير التعليم في القرى بالمنيا باستعانه ببعض من ابناء المنيا من الطلبه والمعلمين، وتم تكوين مجموعه اسمها مجموعه اصحاب، ومشكورين طبعا كان في بعض من المعلمين اللي شاركوا معنا، وكان موجود معنا خبير ياباني دكتور أكوتسو كان حضر للمنيا أكثر من 3 مرات، والحمد لله التجربة لقت نجاح كويس جدا، وكنا بنفكر إن احنا نعممها في الصعيد. الشق الثاني من سؤال حضرتك بخصوص المدارس المصرية اليابانية، طبعا المدارس المصرية اليابانية وكمان الجامعة المصرية اليابانية اللي تفضل فخامة الرئيس افتتاح المرحلة ليها من كام شهر، طبعا دي تعتبر طفرة تعليمية مش بس في التعليم العالي، لكن طبعا طفرة تعليمية كبيرة جدا لتنمية المجتمع وتنمية بناء الشخصية بالنسبة للطفل.